شوف موضوع الرئاسة بالنسبة لنا، بالنسبة لمحمد براك المطير بالنهاية هي وسيلة وليست غاية. الرئاسة في 2016 و2020 كنا حقيقة سبب في تجميع الكلمة، وبإذن الله وهذا ما عودنا الشعب الكويتي عليه، إن إذا كان هناك أغلبية صالحة مصلحة إن شاء الله في المجلس القادم، فقضية الرئاسة وآليتها ستكون محل توافق بين المصلحين. هي طبعا أقل من 9، ولكن احنا خلينا نكون صريحين، هذه الكتلة بالذات هي كتلة تمثل جميع أطياف الشعب الكويتي. هذه الكتلة بالذات التي وقفت ورفعت حقيقة كل الشعارات العريضة اللي شفتوها في السنتين اللي طافوا، هذه الكتلة بالذات أقول لكم إياها وشهادتي مجروحة في أعضائها حقيقة، هذيلة تعبوا، هذيلة تحملوا الكثير، هذيلة كان لهم دور كبير في رفع شعار رحيل الرئيسين وذهابه. لما كانوا بعض الأخوة يشككون في عملهم وفي أسلوبهم وفي طريقتهم، تحملوا هذه الاتهامات، تحملوا هذا الكلام واستمروا، بل بعض الأعضاء يعني كانوا حقيقة يروحون مع بعض الوعود الكاذبة من الحكومة، وإحنا صمدنا ووقفنا بهذه الكتلة الصلبة، حتى أنهم بعض الأعضاء ردوا مرة ثانية للانضمام لهذه الكتلة والعمل تحت الشعارات اللي كنا إحنا مؤمنين فيها. هذه الكتلة يا أخوان والله إن شهدنا فيها، هذيل الأعضاء أبطال، هذيل الأعضاء الشرفاء، تحملوا الكثير في السنتين اللي طافوا، تحملوا أذى أمام عوائلهم، أمام محبينهم، أمام الناس اللي حقيقة انتخبتهم، فنتمنى أن ينصفوهم حقيقة في هذه الانتخابات، وهذه ما هي غريبة على الشعب الكويتي. هذه الكتلة بالذات أنا لما أي واروح وادور في الدواوين شو يقولون؟ مبرات هذه كتلتنا، نبيها تستمر. قلت لهم بإذن الله بجهدكم ودعمكم ومساندتكم راح تستمر، وأقول لكم إياها راح تكبر بإذن الله. من هو الرئيس القادم مبارك؟ أنا مثل ما قلت بساعة، الرئيس القادم بالنسبة إذا كانت هناك أغلبية صالحة مصلحة راح يكون في توافق كبير بآليتها أيضا. طبعا أنا ملتزم في الشعار رفعته في الانتخابات السابقة، الكل يعلم أن الشعار كان أقسمنا أن نحميك، أقسمنا أن نحميك يا وطن، أقسمنا أن نحميك يا شعب، أقسمنا أن نحميك يا دستور، أقسمنا أن نحميك يا جيل قادم. وهذا القسم حقيقة ما هو قضية بس إبراء لذمة، ولكن كان في الحقيقة أداء لمهمة، والمهمة هذه ليس فقط أني والله أبين موقفي من خلال مقعدي وأقول أنا ضد ومع، لا، كنت أحارب وكنت أقاتل مع زملائي حقيقة الأعضاء في أن نحافظ على حقوق هذا الشعب الوفي اللي كلفنا في هذه المهمة. فحنا حقيقة مستمرين في هذا الشعار، أقسمنا أن نحميك، لأن الواحد ما يقدر يقدم أكثر من القسم لهذا الشعب الطيب الوفي.